من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت نارا. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم لم يفهم لا يرجعون. أو كصيف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لدمى بسمعهم وأبصارهم. الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا طهرا وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعولة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضم به كثيرا وإلهي وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سماوات وكنتم منهم تضحكون. إني جزيت يوما أنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله ملك الحق. ماشي أي واحد يدير لكم فيديو تنشوف تقولوا صافي راه هاد السيد راه اللي كيصور راه ما كيدير والو. اللي كيصور راه الجن ممكن انسان تسمع الرقيه في البيت ديالك تقوي ايمانك انت بنفسك. ماشي كثر التصويرات تصاور ويخلصوا على الفيديوهات باش يطلعوا المشاهدين. كتصيب عنده يخلص على الفيديو كيلوح الفيديو يخلص عليه واحد 1500 درهم كيطلع للمشاهدين الناس كتشوف عنده مشاهدين بزاف ثم كيخدعوا الناس كيسحروا الناس. بحال واحد السيده كانت كتلقى عند السحره واكثر منهم سموا انفسهم بانهم رقاد شرعيين هما السحره. حتى لما تدخلوا صفحه الشيخ الراقب ورقي وتشوفوا واحد الفيديو بان البلافو مع تحسين حصن البيت البلافو طاح. فلهذا ماشي اي واحد تشوفوا الفيديو نصيحه للامه. اي واحد تشوفوا الفيديو ديالو وتقولوا هذا راقي شرعي. الراقي الشرعي راه كبير بعض الحالات بحال انا كنبين بعض الحالات باش يعرفوا الناس كيفاش كنخدم. حيت لاباس لما ولات السمعه على الرقيه سمعه سيئه جدا. شكل من الاخير الاخت الكريمه الله يطول عمرك. مرة كنت شفت واحد السيد عراقي في يوتيوب من مراكش قال لي تيهضر بانه تيدير رقيه اللي عطيتيه غير الا جا عندك تتخلص له الترونسبور ما غاليش. تقول لك انا داكشي اللي لا في سبيل الله وانا عندي خدمتي. عيطنا له لقيناه في طرباط. بلا ما تسمي الاخت بلا ما تسميش لا ما نقولهاش واخا تسمين عيد. قلنا له واش يمكن لك تجي عندنا؟ قال لك هي هذيك الطريق نجي عندكم ندوز عندكم في العشيه. جا عندي في العشيه صلى العصر في ركعتين قال لي صافي هنا ناس وغتغطي
وانا نقرا عليك. بقات يقرا عليا واحد ربع ساعه، قال لي فيك السحر. لا يا ربي، قال لي فيك العين. قلت له انا ماشي العين. قال لي بلاتي انا مازال نقرا عليك. بقات يقرا يقرا يقرا، وغالي رجليا رجليا بداو تتحركوا بحال هكا بحال هكا، وتيشوف في رجليا تيشوف في رجليا. انا ما فهمتش. واحد ساعة صافي وقف، قال لي فيك الجن العاشق. قال لي صافي ما بقى عندك والو، هاد الزيت نعطيها لك واخا غالية، وحنعطيك واحد الماء مرقي وان شاء الله يكون خير. قلت له هادشي عندي قديم. قال لي اه عين مشي. قلت له خصني نجي عندك مراكش. قال لي اه خصني تجي عندي لمراكش. قلت له واخا. مي غادي من الباب خارج في حاله هو يدور عاوتاني، سول الوالد والوالدة قال لهم سميتها، عطاهم سمية، مشى في حالو. انا تزيرت تزيرت بزاف، وغنقول لك واحد الحاجة، 25 عام ما سافرت، ما خرجتش من كازا. دخلت البيت ديك السيد ما قديتش، ما زيرني بزاف. واحد الساعه بديت تنجبت مع التمنية، هزيت دو ساك بديت تنعمر بحوايجي، غيزيرفيت في لوطيل. فربعة ونص خرجت من الدار مشيت لمراكش. هادي اللي ما عمري نديرها، مشيت في الطخان ومشيت لوطيل حداه فين ساكن. ويلا تنبغي نعيطلو تنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عيطات لي ماما قالت لي غير عيط سول فيك. لقيت راسي نسيت الدواء وانا بيدي جمعته. دوزت يومين في لوطيل، تا فارماسي ما بغات تبيع لي الدواء باش الناس. عندي لوردونونس، عندي لا كارت، عندي كلشي. ما نعست يومين. بديت رقية تنقرا تنقرا تنقرا، تشتي تخاف في الخمسة الصباح. جيت برقية شدها من مراكش توصلت لهنا. انا يلا دخلت حطيت لي ساك، قلت له ما تهضروش معايا. تلاحيت بلاصتي وانا نغيب، غيبت واحد ما عمرت نغيب انا في حياتي. غيبت وانا متأكدة ديك السيد دار لي شي حاجة، هو اللي وصلني لمراكش، هو اللي بغاني نمشي لمراكش. مي بديت تنبحث وديك الشيء لقيت بان السيد ماشي هو هذاك. ما صح صح خد سميتك وسميت امك. اه و هذا هو المصيبه اللي خلت الرقيه طاحت على السمعه. دابا الناس كيمشيو على الرقيه، فرق ما بين الراقي الشرعي والساحر. كلهم سموا انفسهم بانهم رقاة شرعيين، ما كيقدرش يقول انا ساحر. بحال هاك الخبيث اللي كان ظهر هو المراه ديالو، هذيك مراته كيضربوا الشقوفه والكيف، الشقوفه والكيف يعني كيباتوا مقصرين بالطاسه والحشيش. وما كيسكنوا حاليا في سباته، جيت حمام فن اكبر شمكار على وجه الارض، وعطاهم واحد. دابا هو شنو حس فيه الله ونعم الوكيل، هما اصلا مكريين مكريين فلوس صحيحه باش يبان هذاك اللي كاريهم، باش يبان توا في الواجهه بلا ما نسميو الاسم. كنتحداكم الا بغيت نشوف هذاك السيد. المهم خلاص القول حس فيه الله ونعم الوكيل. فالحمد لله والحمد لله، هضره طويله نختصر الكلام. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان ننفع الامه حتى نلقى الله ورد عنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد.
وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.